بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمالا لموضوعنا التفاضل والتكامل بمتغير واحد، وصلنا في الفيديو السابق عندما تحدثنا عن المعادلة التفاضلية، قلنا بأنها تكون بشكلها الأبسط عندما تأخذ هذه الصورة. قلنا أنها تكون دي إكس على دي تي مثلا، يكون ال F بالنسبة لل T مثلا، F بالنسبة لل T. لكن ماذا لو كان عندي هذه الصورة، ال DX على ال T يساوي F على ال X؟ يعني أصبح هنا المتغير أو الاقتران يتأثر في ال X. هنا لابد، يعني هنا تصبح، أو قلنا أن في الآلة هي الحالة البسيطة، ونصبح الحالة أكثر تركيبا. لكن مع هذا ما زالت الرياضيات أو ما تستطيع أن تعطينا حلولا للعديد من المشاكل في هذا الإطار. إذا نقول هنا بأن يصطلح، لو قلنا إذا، أو يصطلح على أن نطلق عليها x at t. إذا نقول x بالنسبة لـ t، كيف يكون شكل الحل الآن؟ كيف سيكون؟ نقول أنها المعادلات التفاضلية الخطية linear differential equations. دعنا نقول مثلا بأنها dx على dt ستساوي a ثابت إيه في إكس، عفوا ليس في تي، إيه في إكس. ولنفرض اصطلاحا أو تسهيلة على أنفسنا بأن الإيه الآن كانت تساوي واحد، بأنها معادلة خطية يعني الآن. فإذا نستطيع أن نقول بأنها تأخذ هذا الشكل، دي الإكس على دي تي ستساوي إكس، كيف سيكون الحل؟ الصلاة تصعد إلى الأعلى قليلا، أهبط حتى نرى عن ماذا كتبنا، كيف سيكون الحل؟ نستطيع أن نقول بأن أنت وأنا عزيزي الطالب تعلمنا سويا بأن الحل السهل في هذا الإطار هو الذي يقول لي بأن الذي يقول لي بأن الإكس بالنسبة لل t هي تساوي e t. قلنا بأنه حل استخدام على النايبري وفر أي الكثير من الجهد في هذا الإطار. إذا نستطيع أن نقول لو أعدنا بهذه الصورة، لو أعدنا الآن الرمز a، أعدنا الآن الرمز a إلى شكلها، نستطيع أن نقول بأن الx بالنسبة للt تساوي e موجودة على الدوام الـ e في a في t. لكن لو أخذت أنت الآن المشتقة، هل ستعيد لك نفس الكلام؟ طبعا المشتقة في هذا الإطار لن تعيد لك نفس الكلام. إذا يفضل هنا نستخدم الخيال أو التخيل، التوقع، من الأحيان المشهورة جدا في المعادلات التفاضلية أن نقول هنا بأن الـ x، سأقولها هنا x at t تساوي a، تساوي c عفوا، سأضع برمزه c e AT. طيب لماذا؟ لو عوضت أنت الصفر، لو عوضت أنت هنا الصفر، عوضت الصفر سيكون عندك E الصفر يعني واحد، واحد ضرب C سيعطيك أنه الجواب هو C. إذا إلى ما أنا أكون قد عدت في هذه الصورة، أكون قد عدت إلى الإكس. إذا نستطيع أن نستعيض عن الإكس في هذا العنوان،
بأن نقول بأن الـ x الـ t تساوي c، هنا أصبحت عفوا أصبحت x الصفر بدل الـ c، x الصفر e الـ t بهذه الصورة. مرة أخرى إذا وضعت أنا الصفر سيكون عندي إيه ضرب صفر، يعني إي الصفر، أي عدد الصفر هو واحد، فأعود إلى السي، إذا أستعيض عن السي بالإكس، إذا عندي إكس الصفر في إي إيه تي. لو اشتققتها، لو أنت اشتققتها سيكون اشتقت الإكس هي واحد ويصبح عندك إي إيه تي، إذا أنت عدت إلى الفرض الذي فرضته، عدنا إلى هنا. يعني وهذه هي حيلة من حيل الرياضيات التي تسهل عملية إيجاد الحلول في الرياضيات باستخدام المعادلات التفاضلية الخطية. لنأخذ مثال، نقول عندي في المتسلسلات سيريس، نقول بأنه عندي مثلا الإكس بالنسبة لـ t تساوي ثابت c0 c1 t زائد c2 t تربيع زائد c3 t تكعيب زائد وهلم جرا بهذه الصورة. لو اشتققتها سيكون عندك d x على الدي تي، بما أن السي واحد ثابت إذا مشتقته صفر لا نحفل به، يصبح عندي السي واحد ضرب تي مشتقتها واحد، لأنه بالنسبة لي واحد، هي تي مشتقتها واحد، سي واحد ضرب واحد، سي واحد زائد اتنين سي اتنين تي زائد تلاتة سي تلاتة تي تربيع زائد وهلم جرا بهذه الصورة. طيب لو قلنا أيضا، دعني أصعد إلى الأعلى، لو قلنا هنا بأنه الـ XT كانت هي الـ A الـ AX، إذا فهي تكون A C الصفر، يعني هنا بدلناها A C الصفر زائد A C الواحد زائد A C الثلاثة على هذه الصورة. كيف نستطيع أن أو كيف نستطيع أن تعمل؟ نأخذ هذه الصورة، نأخذها نساوي الطرفين طبعا، يعني سنقول هنا أن C الواحد تساوي A C الصفر، تمام، تساوي A C الصفر. وبما أنه نحن نحل السي دائما السي الصفر أو الأساسي نكون نعرفه، فنقول بأن سي الصفر يساوي سي واحد على A، والA ثابت موجود على الدوام، والسي الصفر موجود على الدوام، نستطيع دائما أن أعرف أن هذه الكلمة يعني سي واحد على A. طيب أستطيع أيضا أن أجد هذه الحالة أيضا، أو لو أردنا أن نحلها بخصوص الـ A، يعني هنا أنت تلعب في المعادلة كما تشاء، عندك الـ A دائما، أن نقول بأن الـ A تساوي C الواحد على A مثلا، نستطيع أن نقول بهذه الصورة، إذا C واحد، يعني لو أنت عوضت هنا أصبح عندك C واحد تساوي C واحد على A يصير الصفر، عندك الطرفان بهذه الصورة يذهبان، إذا يصبح عندك A تساوي C الصفر مثلا، تستطيع أن تكتبها بهذه الصورة. وأيضا تشرح في عملية الحل، سامحي هذا الكلام هنا، في عملية الحل هنا أيضا، بما أنك أنت عرفت الآن قيمة الـ A مثلا، تعوضها هنا مثلا، يصبح عندك الآن A C واحد نفسه A تربيع، تقول مثلا A تربيع تساوي 2 C 2 T. إذا أنت تعرف الزمن الذي انطلقت منه مثلا، لو فرض أنه عن الزمن نتحدث تعرفه، وتعرف هذه القيم تستطيع أن، وتعرف الاثنين تستطيع أن تعرف السي اثنين،
نفس الكلام بهذه الصورة. إن فرضنا أو أننا تخيلنا أن يوجد دائما ثابت موجود، كلام إذا إكس يساوي إكس تي. لو أردنا أن نستخدم تشين رول والتكامل، قاعدة السلسلة، نقول بأن الدي إكس بهذه الصورة، يعني أدخلنا الدي إكس ستساوي هنا الدي إكس على الدي تي مضروبة في الذي في الداخل، الذي هو ماذا في الداخل الدي تي، لأنه هو تي، تمام. يعني إكس هي عبارة عن دي إكس على دي تي مضروبة في الدي تي. طبعا ذكرنا بأن الدي إكس على الدي تي ذكرنا في أول هذا الفيديو هي عبارة عن الاي إكس. نستطيع أن نقول إذن دي إكس بقيت كما هي، دي إكس على الدي تي، دي إكس على الدي تي تساوي ال اكس اي اكس دي تي. طيب الان نفصل، اذا هي عن عمليه الفصل. لاحظ هنا عندي اكس، اذا احاول ان اجمع الاكس، وهنا اقول على اكس ذهبت وهنا غدت على اكس. إذا بتصبح عندي الآن، ماذا يصبح عندي الآن؟ أتمنى عليك عزيزي المتعلم أن تعرف عن ماذا يحصل هنا. الدي الإكس على الإكس يساوي A دي تي. طيب إذا أنا فصلت separation the variables، إذا فصلت بين المتغيرات، الآن أجري عملية التكامل. إذا الدي إكس على إكس هو فعليا هو تكامل natural log x سيساوي ال a. ما هي ال a؟ ثابت بقيت كما هي. ال dt هي عبارة عن t على هذه الصورة، طبعا أتذكر بأنه زائد c. طيب سأحل ل x، أنا أود أن أحل ل x. أستطيع أن أقول بأني سأضع ال e الآن حتى تخدمني ال e. اي مع ال ان يصبح عندي الاكس في الطرف يساوي الاكس يساوي اي اي تي في اي السي. طبعا اي اي تي، تي هي بالنسبه لي تي كانت اصلا يعني بالنسبه لي تي، فهي دائما هنا عندي القيمه متغيره، هنا عندي القيمه اي مع السي الثابت، فهي نفرض انه الاي سي اصلا هو ثابت، الاي سي هو اصلا ثابت. إذا نستطيع أن نقول هنا، لاحظ نستطيع أن نقول هنا بأن الـ x يساوي الـ c موجود على الدوام كما تعلمنا في بداية في e إلى القوة t، وهذه هي القاعدة الذهبية في المعادلات التفاضلية على الدوام. لاحظ في التفاضل والتكامل غالبا ال n كما تعلمنا في العامل التفاضلي، وعامل مهم جدا في عملية ترتيب المعادلة وتسهيل حلها على الشخص الذي يتناول المشكلة، مهندسا أم علميا أم اقتصاديا كان، يسهل عليه عملية الحل بشدة. أرجو في النهاية أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. مرة أخرى أشكر لكم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.